مرحبا بحضراتكم في الفقره الاولى، وزي ما نوهنا انا وكريم هنتكلم عن التمارين المناسبه بس تحديدا لفئه كبار السن، وازاي يقدروا ان هم يمارسوا الرياضه دي وهم في البيت. يعني مش مطلوب من حضرتك تروح جيم وتسوق وتتعب نفسك، وانت في البيت وانت قاعد حتى على كرسي ممكن تعمل تمرينات هتفرق معاك جدا وهتفرق في صحتك. ومعانا كابتن احمد عوض مدير جيم النادي الاهلي اللي منورنا حقيقي. صباح الفل، منوره بيكم. يعني بجد منور بقى، انت بتنورنا على طول، بس تكون معانا النهارده ده شيء حلو جدا، وتمرينات جميله محضرها لنا. بس طبعاً قبل بقى ما نوري الناس عملي كمان محتاجين نفهم اكتر، لان في بعض المعلومات اللي لازم نقولها عشان تهم الفئه دي من الناس. تمام. او الجمهور اللي بيتابعنا دلوقتي، فئه كبار السن على سبيل المثال مش كلهم ان هم صغيرين بيمارسوا رياضه. يعني في ناس كتيره جدا مارست رياضه عن كبر، في ناس كتيره جدا ما بتمارسش رياضه خالص. تمام. فيعملوا ايه في سن معين بعد ما نعدي مثلا 50 او 60؟ ازاي نعوض اللي فات عشان نقدر ان احنا جسمنا يعني زي ما بيتقال يشتغل بشكل افضل؟ طب هو كبار السن مبدئيا لازم نعرف حاجه واحده، هم ليه بنسميهم كبار السن؟ ان هما بيعدوا مرحلة ان هو ما بيعرفش يعمل كنترول على نفسه، او ما بيعرفش يتحرك كتير، او خلاص اللي بيحصل له زي عملية ضمور في العضلات، او العضلات بتاعته بتضعف. طب عشان تقوى العضلات دي رقم واحد لازم يكون بياكل كويس، بياكل كويس. لازم نظام الغذاء، لان اي مجهود بنعمله في الدنيا بيعمل هدم للعضلات، بيقطع في الالياف العضلية. ايه اللي بيبني العضلات؟ هو الاكل والنوم بس، اكل صحي متفاوت في المواعيد، يعني كل 3 ساعات وجبه. ده مفيد جدا ومهم جدا عشان ابني العضلات اللي احنا نقطعها. هو صح ان احنا نقطع العضلات؟ اصل مصطلح مرعب. هو طبيعي جدا ان احنا بنقطع العضلات، هو ما فيش يعني، هو جسم البني ادم بيتكون من هيكل عظمي، فوقيه هيكل عضلي، فوقيه طبقه دهون، فوقيه جلد. أوكي. تمام. فاي حركه بنعملها في حياتنا بنستخدم فيها العضلات. تمام. طب العضلات دي لما بتتحرك بيحصل تقطيع للالياف العضليه عشان لما ناكل تتبني العضلات دي. فهي دي الفكره بتاعت هدم العضلات او تقطيع العضلات. اوكي. غير الاصابات، احنا كده ليش عارفين الاصابات خالص؟ ده اصابات حاجه ثانيه. الاصابات بتحدث لما بنعمل تقطيع زايد على العضلات او لود زايد على العضلات، زي اللي بيحصل له مثلا شد في العضله او مزق في العضله، ده ناتج عن مجهود زايد. في فرق بين مجهود او اجهاد وان احنا بنعمل مجهود طبيعي خالص عشان نبني العضلات دي. كويس. طيب كبار السن برضو اللي احنا بنتكلم ان هم يعني عدوا سن معين، فبالتالي وظائف الجسم بتشتغل بكفاءة بالظبط، فبيتطلب منهم ان هم يمارسوا رياضة يمكن بوقت كمان اطول ولا بوقت اقل من الناس العادية؟ اقل، ما زيدش عن 45 دقيقة تمرين في اليوم. لان دي مدة الهدم، احنا بنقلل في مدة الهدم ونزود في مدة البناء. زي الطفل، ما الطفل نفس الفكرة، الطفل او الراجل الكبير بيتعاملوا نفس المعاملة. ليه؟ لان هو ده في مرحله بناء العضلات، وده في مرحله ان احنا نلحق العضلات قبل ما تضمر. هي نفس الفكره، احنا بنبني جسم هنا وده جسم بيتهدم، فاحنا بنحاول نخليه دايما يتبني. طيب يعني احنا هنشوف عملي طبعا ايه التمرينات دي، لان في بعض كمان الاشخاص اللي بتعمل الرياضه او بتمارسها بشكل خاطئ. يعني ممكن حد من كبار السن تحديدا، انا هقول عن الفئه دي برضو، لان لو حركه اتعملت غلط ممكن تاثر بشكل كبير جدا عليه. طبيعي يعني جدا. تداركها ممكن ياخد وقت وممكن يبقى اشرس الى حد كبير. هو نسبه الليونه في المفاصل عنده بتقل بالظبط، ونسبه المرونه في العضلات بتقل، لان العضلات بتبقى ضعيفه جدا، فما ينفعش نعمل لود زياده فحمل على مفصل نتيجه ان العضله مش مستحمله. عشان كده بنقول مده التمرين بتاعته تبقى 45 دقيقه بس. وممكن يبتدي ب 20 دقيقه. 45 دقيقه مش كبار سن، ما هو اتمرن 45 دقيقه. وبعدين مش لازم 45 دقيقه دي من اول مره، لا احنا ممكن نعمل 10 دقائق في ربع ساعه في ثلث. طيب ساعه. حلو، دي نقطه حلوه. مش لازم امرن جسمي كله في يوم واحد، لا انا ممكن اخد حته في جسمي ما مرناش حاجه لسه. قدامنا كل يوم يعني ممكن نعمل حاجه. يعني نركز على اللور او مثلا الشولدرز. ممكن يوم نعمل تمارين للايدين، يوم نعمل تمارين للرجلين، يوم تمارين للبطن، يوم تمارين للشست. على حسب الاكل بتاعي عامل ازاي، نظام يومي عامل ازاي، مهم جدا. هل انا بتحرك اصلا؟ يعني لو انا راجل كبير او ست كبيره، دي نقطه حلوه، بتحرك وبنزل من البيت وبعمل مجهود في البيت، ولا انا اصلا قاعد خالص؟ دي تفرق. كمان معظم يعني، طب مش كله طبعا، معظم كبار السن بيبقوا قاعدين، وحتى احفادهم واولادهم هات لي اعمل لي، لو حد بيساعد في البيت. لكن حضرتك بتنصح ان ده بلاش الثقافه دي، لا قوم لو عايز تجيب كوبايه ميه قوم بنفسك، لان ده يعتبر تمرين. دي تعتبر ده الوقت تمرين، يعني ما دام بعمله صح الامور اعملها بنفسك بالزبط. يعني طب لو انت ما بتعملش حاجه خالص، يبقى احنا هنخلي تمريننا مثلا 5 ايام في الاسبوع. طب انا بتمرن ما بعملش، بعمل مجهود، بخرج بروح اجيب حاجات، بعمل حاجات في البيت، اخليها 3 ايام في الاسبوع.
اوكي. ما زودش طول ما انا بعمل مجهود يومي. دايما بنقول على حسب الحياه الشخصيه بتاعتك، حياتك عامله ازاي؟ يعني اللي بيشتغل غير اللي ما بيشتغلش، اللي بيخرج من البيت غير اللي قاعد في البيت. صح. اللي وقت الراحه بتاعه كبير يزود في ايام التمرين. حلو. وقت الراحه بتاعه قليل يقلل في ايام التمرين. طيب هل الموضوع بيختلف من رجال وسيدات؟ لو الرجل وامراه سنهم فوق 65 مثلا او فوق 60، هل الموضوع مختلف؟ مين اللي بيكون خالص عنده يعني لياقه اكتر؟ مين اللي او لما بتلاقوا خاص بالشكل خالص ده ليها علاقه بالهيستوري بتاع حياته او تاريخ حياته. هل هو رياضي ولا مش رياضي، بياكل كويس ولا لا، صحي ولا مش صحي، دي اللي بتفرق. لكن كراجل او ست مفيش فرق بينهم خالص. طب هو معلش السؤال ده برضو عايز اعرف يعني هل فعلا الست بتعجز قبل الراجل ولا ده ملهاش علاقه برضو بالله؟ يعني ليه علاقه باللايف ستايل؟ ليه علاقه باللايف ستايل؟ طيب انتوا اللي بتعجزوا الاول. مش شرط مش شرط يعني لا تقاس بالنوع. يعني بص، هو احنا جسمك ده عامل زي نسميها زي العربيات كده، طول ما انت بتعمل صيانه للعربيه كويس حتى لو موديلها سنه. حلو المصطلح ده، صيانه يعني. لو هي موديل 80 وبتعمل لها صيانه كويس في ميعادها وبتحافظ عليها هتلاقيها بحالتها. ممكن تبقى موديل السنه دي ايوه صح، بس ما بتهملها في الصيانه وتلاقيها ما تمشيش خالص، ما تتحركش. فطول ما انا بعمل صيانه لجسمي عن طريق ان انا بتمرن، باكل كويس، ماشي بنظام لايف ستايل كويس، بعمل صحه تمارين صحيه، باخد شمس، ببعد نفسي عن حاجه طاقه سلبيه، بطلع الطاقه السلبيه بره، بعد بكتسب طاقه ايجابيه، دايما مبتسم، دي بتحافظ على عضلات الوش اللي بتشتغل. نقطه صعبه، شوف قد ايه هي بسيطه بس صعبه، بس بتدرب عضلات الوش. بس مع الهموم ومع 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 الضغط، حتى لو بني ادم حياته حلوه برضو بيبقى لا يتخلو من يعني ضغوطات. عشان كده بنستخدم الرياضه عشان نفضل مبتسمين. دي يعني ما انت طول ما انت بتلعب رياضه بيتفرز ماده بتدي احساس السعاده في الجسم. دي حقيقة. فطول ما انت بتطلع طاقه سلبيه باي مجهود، حتى لو بتعمل بوكسنج، بتعمل تمارين في البيت، بتقوم تتحرك، بتعمل مجهود، انت لو انت قعدت تركب حاجه بس وخلصتها وانجزتها تحس انت مبسوط. طب لو اتكلمنا كمان عن الامراض الموجوده للبعض يعني اللي هي ممكن تكون صعب فيها ممارسه رياضه، نعمل ايه يعني؟ زي السكر وزي الضغط والقلب. زي نعمل ايه بقى كده؟ ليهم تمارين، كل كيس وليها تمرين. اللي عنده طب ما سكر تورينا كده كابتن احمد. أنا جاهز. يعني أنا جاهز. تعالى ورينا كده، ابدا معانا بالراحه للاشخاص اللي هي عندها امراض معينه يمارسوا رياضه ازاي بشكل خفيف وبعد كده. بص، الامراض ليها وقت التمرين ونظام الاكل. اوكي حلو. أوكي. بس بيتمرنوا كل التمارين، شده التمرين هي المهمه. ماشي. شده التمرين اللي هي ايه؟ ان انا ما بزودش شده التمرين، هي مثلا ممكن اشيل 10 كيلو في 10 عدات. فلو حد عنده سكر يشيل 6 كيلو بس في ال 10 عدات. نقلل يعني ما نضغطش على نفسنا. بيعمل شده 60% من الماكسيمم او التوتال بتاع المجهود بتاعه. أوكي. ما ينفعش يزود عن 60%. نفس الفكره الناس اللي عندها ضغط عالي، ما ينفعش تعمل مجهود عالي وواطي. يعني ايه؟ ما ينفعش اعمل جري بسرعه وبعدين اقف مره واحده. لازم المجهود بتاعي يبقى تدرج، اطلع وانزل، ودايما اشرب ميه كتير عشان الضغط بتاعي ما يعلش. دي معلومات مهمه جدا. يلا بينا. معاك يا كابتن. بالنسبه للكبار السن اللي مثلا ما بيتحركوش كتير، دايما قاعدين، بيحسوا بالام في رجليهم، عندهم خشونه في الركبه، المفاصل بتوجعهم، فاحنا دايما بنرجح ان احنا العضلات بتاعه رجلي تبقى قويه بناء عن الحركات اللي احنا بنعملها. هنسخن عادي جدا، بدل ما انا واقف لا هسخن وانا قاعد. جميل، دي سهله جدا دي، ما فيهاش اي مشكله. خلصت كده سخن كم مره؟ 20 30 عدة، 30 ثانية، 40 ثانية. ست واحدة ولا كذا ست؟ أنا دلوقتي بسخن، ممكن أعمل 30 ثانية وأغير الحركة يمين شمال. أوكي. الاتنين مع بعض. أنا عايزة حضراتكم بس والنبي تركزوا، لأن دي حاجات والله مفيدة جدا. 30 ثانية قاعد على الكرسي بتاعك، رجلي يمين ورجلي شمال. حلو. بعد كده 30 ثانية رجلية شمال، 30 ثانية يمين، دايرة. حلو. لبره. حلو قوي. دايرة لجوه. كل ده واحنا بنسخن بس المفاصل بتاعتنا عشان نرفع درجه حراره جسمنا. دايره. توتال التسخين يبقى قد ايه تقريبا؟ من 5 دقائق ل 10 دقائق. من 5 دقائق ل 10 دقائق. وعلى حسب انا صحتي عامله ايه، لو انا لسه مبتدئ يبقى خليها 5 دقائق بس، عشان نعمل كمان ربع ساعه كمان تمرين يبقى انا كده توتال 20 دقيقه. جميل. صحتي اتحسنت ممكن ازود في التسخين اخليها 10 دقائق. يعني وانتوا بتتفرجوا على 10 الصبح في الاهلي؟ كرسي وبتفرجوا علينا وبنعمل التمرينات دي، صح كده؟ حسن الظهري كده اهو، هبعد بس اهم حاجه اخر ظهري عن الكرسي واخلي اول ظهري بس هو اللي على الكرسي. ده اول تمرين بقى.
ده يعتبر تمرين لو الناس لسه ضعيفة. لا انا مش لما يتعودوا عليه. انا مش فاهمة التمرين ده، يعني انا قعدت على الكرسي كده انا تمرين ده. تمام، هبتدي اتمرن بقى تمارين للرجلين، عايز اقوي العضلة الامامية اللي قدام دي عشان تحافظ على الركبة من الالام. لو انا عندي خشونة، لو انا عندي خشونة هقوي العضلات دي عشان تبعد الالام، ولو ما عنديش خشونة فانا بحافظ على رجلي من الخشونة. الظهر ده الوقاية. الظهر بيبقى مفرود لورا. ظهري ساند ظهري. اوكي. باعد اخر ظهري ما بقاش 90 درجة، يبقى انا مايل لورا كده، رجليا هطلع وانزل. اهم حاجة مشط رجلي اسحبه عليا عشان اشغل العضلة اللي هنا كمان مع العضلة اللي فوق. اوكي. هعمل مثلا 30 ثانية او 20 عدة او 10 عدات او 5 عدات على حسب مستواي. انا الليفل بتاعي انا اللي بحدده، انا مش قادر هعمل 5 عدات. يعني ما نضغطش على نفسنا مره في مره. بعد 3 مرات بالظبط يعني هيحصل لي حاجه اسمها ادابتيشن، اللي هو تكيف العضله هتتعود على التمرين. فابتدي ازود العدد او التايم عشان اخش الليفل اللي بعده او المرحله اللي بعدها. ماشي. خلصت فوق وتحت، هعمل دايره لبره، ده ليفل بعديه، دايره لجوه، ده ليفل بعديه، نفس الكلام. والناحية رجل التانية. احنا كنا بنلعب على اللور يعني على الجزء السفلي. يعني مثلا هنقول عشان بس الناس تبقى عارفة التمرين كويس، هعمل 20 عدة يمين 20 عدة شمال 3 مرات. ماشي. دايرة لبره 20، 1 2 3 4 لمدة 20. والناحية التانية. التانية نفس الكلام. اللي بعدها لجوه، اللي بعدها لجوه 20 عدة. تمام. خلصت، عايز اخش ليفل اعلى شويه، هبتدي اعد برجلي 1 2 3. دي اصعب مرحله. يعني انا بعد الحركه بالرقم هعمل كومبيتيشن او مسابقه بيني وبين نفسي ان انا اعرف اوصل لاعلى رقم كام، وده يبقى اختبار بالنسبه لي. اعلى رقم ورجليا ما وجعتنيش مثلا 4 وتعبت، هستمر 3 ايام على 4 دي بس. أوكي. بعد 3 ايام جسمي هيتعود على التمرين والعضله هتبقى اقوى، اوصل لخمسة 6 7. ده انا 8. بكتب برجلي الرقم. بكتب برجلي الرقم. كاني في الم في رجلي وبكتب الرقم. اوكي. قدامي 9 10. كده انا عملت كومبيتيشن منها كمان ان انا ما ازهقش من التمرين. كده يبقى انا خلاص مبسوط بالتمرين ده. بالظبط، برسم التمرين. طيب. طيب. عايز اخش مرحله ابعد شويه، اللي هي بقى هنقول زي الناس اللي بتعمل سكوات، ويقول لك سكوات بتحافظ على الهيب وتحافظ على العضلات دي واللي ورا واللي قدام. هطلع بس كده جسمي بعيد عن الكرسي واثبت 30 ثانيه او اعد 20 عده 1 2 3. بس دي عايزه اجسام معينه، خليك عارف برضه كبار السن مش كلهم عندهم التمرين اللي احنا بنعمله ده لكبار السن والاوفر ويت. والاوفر ويت اللي هو وزنهم معدي 120 150 كيلو وما بيقدروش يعملوا مجهود ومش هيعرفوا يروحوا جيم وقاعدين في البيت ومكسوفين ينزلوا من البيت، يقدروا يعملوا التمرين ده. اوكي. وما فيهوش اي اضرار. ركبتي هسند عليها، الهيب لورا، هبعد بس الهيب او رجليا من على الكرسي بس اثبت 30 ثانيه واقعد تاني. هعملها 3 مرات، ما بين كل مره 30 ثانيه راحه. جميل. تمام. خلصت، هبعد تاتش، المس. ده ليفل عالي بقى ده، ده احنا عمالين نخش في الموضوع. هيقدروا على فكره، كبار السن بيبقى عندهم طاقه زي الاطفال بالظبط. بجد بيبقى عندهم طاقه جامده جدا، عايزين يعملوا اعلى حاجه. حلو، حلو جدا. بس يعني مهم ان هم يخلي بالهم من نفسهم عشان ما يجيلهمش اصابه. اوكي. يعني واحده واحده، ما استعجلش، مش لازم اعمل كل حاجه مره واحده. جميل. خلصت ده، هبتدي اقوم اقف، ما افردش ركبتي على الاخر. قبل الاخر بسنه صغيره، واقعد تاني. دي سهلة دي بقى. دي سهلة خالص. هعملها يعني رجلي هقوم مفرودة خالص، لا نص كده فرده اخد نفس قاعدة تاني. طلع النفس وانا نازل. اوكي. بص كل ده واحنا قاعدين على الكرسي في اوضه النوم حتى، مفيش يعني اي حاجة، مفيش اي حاجة طالبينها خلاص. انا كل ده انا ببرن جسمي كله وانا قاعد. حلو. طيب هبتدي، خلصت الجزء اللي فوق، عايز اعمل تمارين للبطن وانا قاعد. ماشي. واحنا قاعدين كمان، واحنا قاعدين اهو. انا كل اللي انا هعمله اهو، ايدي اهي، هعمل انقباض لعضلات بطني بس، شدها لجوه. انا قاعده بقى قاعده زي في زي ما احنا قاعدين بالظبط، بس مش فرد ضهري، مش يعني محتاج خالص. ده ليفل اقل ليفل فيه. لا انا دي عايزه اجربها تاني اهو. انا بس كل اللي هعمله ان انا هشد عضلات بطني لجوه وانزل تاني.
الظهر عامل ازاي يا كابتن احمد برضو؟ يعني انت لازق ظهرك بس من خالص تحت خالص. ظهري مش لازق، انا قاعد على اول الكرسي. اه بالظبط. اهم حاجه كمان كرسي يكون سليم وكويس. بدل ما نيجي عشان ايوه كده هروح المستشفى. لا بعد الشر عليهم. ساين الظهر اهو، هطلع بصدري بس واقفل صدري على بطني وارجع تاني. طيب عايز اخش مستوى اعلى، 20 يمين. لا ممكن اجربها، ممكن شبين. اجي ممكن اجي مكانك اجربها بس دي. طبعا قصدي ممكن احنا نعملها طبعا الايام اللي مفيش لا جيم. لا اطلعي قدام كمان كمان أكثر. ايوه على اول الكرسي كده، ايدي كده اهو وستريت. شد بطنك لجوه للاخر. ماشي للاخر، مش عايز ظهرك يطلع، انا عايز بس الكتف هو اللي الحته دي اللي بس تشتغل بس كده. تطلعيش قوي، حتى ظهرك يفضل ثابت. لا ظهرك يفضل لازم. شفت بقى ان انا مش عارفه اعملها اهو بس. اوكي يعني ظهري ثابت بس. شد بطنك لجوه، حاسه بعضلات بطنك؟ اه. وانت طالعه بقى طلعي ركبه لفوق كده. ها طلعي ركبه كده وانت طالعه. ايوه لا ها مع بعض مع بعض دي وارجع تاني. لا اقفلي ما علينا هنظبطها احنا تاني لو احنا عشان انا بعملها العاديه وانا في الجيم. ثبت رجلي اهو. موضوع على فكره مش سهل زي ما كنت فاكره. رجليا ممكن تبقى مفروده عشان اقوي العضله اكبر. اوكي كده كده في عضله في الرجلين مربوطه باسفل البطن اللي هي البطن السفلى اللي كل الناس بتشتكي منها. ده تمرين بطن واحنا عادي. التمرين العادي اسهل اللي بنبقى نايمين على الارض يعني. ما هو بالنسبه لهم انا مش عايز انيمهم على الارض ان بعضهم بيبقى ضغطهم. انا بقول لك انا لو قارنت يعني بالنسبه لينا احنا ممكن ننام على الارض ونعمل التمرين. لكن انا بالنسبه لكبار السن ما بتقدرش تنزل على الارض وتطلع تاني. فانا عايزه تعمل حاجه وهي قاعده بس لازم التركيز في التفاصيل. يعني انا حتى ما ركزتش في التفاصيل. شوف في الاول ما عرفتش اعمله. اول حاجه القاعده، لازم التفاصيل عشان يبقى صح بيتعمل عشان ما يعملش اي اصابه. يعني ظهري فين كده اشتغل وانا قاعد. هبتدي اعمل حاجه للجناب، يا اما زي ما احنا كنا هنا اهو وايد عكس رجل. حلو ده برضه. وظهري ثابت في الكرسي ولا ما بتحركش؟ انا ايدي الثانيه سانده على الكرسي اهو العكس، ايدي الثانيه اهي. اوكي اوكي. هو كل الموضوع ان انا اخلي العضلات تقفل على بعضها. اول ما العضله تتحرك الالياف بتتقطع، فلما باكل الالياف دي بتبقى اقوى فتحرق الدهون اللي حواليها. ماشي. بس ما اكلش بقى يعني لا ما هو الاكل جرعاته ايه؟ دي جرعات اللي بيتحكم فيها الدكتور. لو حسب انا مثلا عندي سكر او ضغط لازم اتابع مع دكتور يديني الاكل بتاعي. ما نهملش قصه الاكل الصحي برضه. ده رقم واحد. الحركه يعني الطفل اهم حاجه بالنسبه له هو الاكل. حتى الدكتور لما بيروح يقول لك جرعات الاكل بتاعته ايه؟ حتى البيبي يقول لك ياخد الرضعه بتاعته كل قد ايه؟ تمام. كل ساعتين والجرامات قد ايه عشان الفيتامين والمواد العناصر الغذائيه بتاعته تخش له بالكفاءه دي. فاحنا كلنا زي بعض من الطفل الرضيع لغايه كبير السن. كويس. عندنا بقى ايه تاني فاضل؟ لان احنا قدامنا دقيقه ونص. تمام. نخش تمارين واحنا واقفين مثلا. ماشي. هنسند على الكرسي. اهم حاجه ان انا افضل سليم. طول ما انا سليم طول ما انا هجيب نتيجه. اهملت في السلامه او عناصر السلامه بتاعتي، جات لي اصابه مش هتمرن وهقعد في السرير. اوكي. تمام. كرسي ساند مايل سنه لقدام، هعمل برجلي لبره. ظهري مش مفروض بقى ظهري لقدام سنه. اوكي. انا ساند على الكرسي. ظهري بره الموضوع خالص. مش فارقه. رجلي اللي انا واقف عليها متنيه سنه صغيره. صح. متنيه سنه صغيره. الركبه ما تتفردش خالص في اي تمرين، ولا حتى لو انا واقف في المطبخ بعمل حاجه او باخد شاور ما ينفردش رجلي على الاخر، لازم تبقى سوفت ني. وفي حد بيقف كده؟ طيب ما دام ده طبيعي بتاني عشان اخلي لا بنبقى واقفين ستريت. ما هو لو وقفت ستريت انا كده اللود على المفصل. لكن طول ما انا خدت السوفت دي انا خليت اللود على العضلات. يعني واحنا ما يحصلش خشونه نحاول نقف الوقفه كده تبقى بالظبط كده. انا ما فيش لود لا على ظهري اسفل ظهري ولا على ركبتي. نحاول تعود على فكره. نحاول كل حاجه يعني. بتيجي بتعود. احنا اللي بناخد عادات سيئه بالتعود برضو. ماشي تمام. ده لبره. هعمل 20 يمين خلصت، 20 شمال، ثلاث مرات ورا بعض. خلي الراحه بتاعت رجليا اليمين هي لما بشتغل رجليا الشمال. اوكي تمام. عايز امرد العضله اللي جوه عكس. تمام. العضله الثانيه عكس. طيب اوكي. الهيب
لورا، ودي مهمة جدا. نعمل كيك بقى لورا بالراحة، ودايما وانا راجع ما اخبطش في الارض. احاول عشان دي بتصنع في ركبتي في الهواء. ولا يعني. راجع لا، رجلي الثانيه اهي فوق وانس فوق وانس، طلع النفس. دي لطيفه قوي، دي سهله كمان. ودايما اطلع النفس وقت انقباض العضله. مهم جدا موضوع النفس. تمارين ثانيه اخر ممكن. حاجه بقى هنختم بده يعني علشان الوقت. حاضر. وده مهم جدا للناس اللي عندها مشاكل في الدهون اللي عند الدراعات او فوق. كتير ناس بتعاني منها حتى في سننا يعني. وانا قاعد همسك وزن كيلو ازازه ميه، ما فيش خالص، مش مهم. أوكي. المهم وزني ايدي حاطه، هطلع ممكن اثبت 30 ثانيه ظهر مفروض واثبت، اخد نفس، وايدي مش مفتوحه للاخر، ذراع يعني مش مفروض. لا أوكي. نفس، عايز اعملها من الحركه ممكن لغايه هنا وانزل تاني. لو حد بيشتكي من الام في كتفه هاخد هاف اللي هي ربع حركه او نص حركه، ممكن حركة كاملة. اوكي. بس ما اطلعش على مستوى كتفي. ده 5 كيلو ده هيك شايله ولا كام؟ 2 كيلو. حاجة سهلة خالص. هطلع لقدام وانزل. حلو قوي. دراعات. كل ده وانا قاعد. يعني بجد نصايح من ذهب زي ما بيقولوا والله يعني. سكوات. كيك. دي هتبقى صعبة شوية بس ماشي. ممكن اعمل 1 2 واوت. على قد ما نقدر بقى. واطلع تاني 1 2 واوت. كابتن احمد والله بجد انا نفسي استفدت يعني، اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا. كابتن احمد يعني بجد خبره وعنده معلومات كتيره جدا، ان شاء الله تنورنا مره تانية، وفي ملفات كتيره محتاجين ان احنا يعني نعرفها معاك ونشوف الرياضه المناسبه ليها. بس اللينك هيبقى نازل طبعا زي ما حضراتكم عارفين على صفحه قناه الاهلي طبعا، لان الناس ممكن تكون ما حفظتش برده دلوقتي، فخلي اللينك قدامك افتحه ومارس الرياضه كل يوم لو قدرت، لو 10 دقائق هتفرق جدا على المدى كمان الطويل. نورتنا مكانك يعني على كل حال. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اخر فقره.